طاقة شمسية يعني التخصص بتاعنا أو الكورس بتاعنا، المالك بيبقى معاه حد بيسموه الممثل المالك، تمام، بيساعده في عملية إنهاء المهام. المقاول برضه بيبقى فيه عنده مهندسين، بيبقى فيه مهندس سايت انجينير هو اللي بينفذ البروسيس نفسه، بيبقى معاه مخططات بيبدأ ينفذ بناء عليها في الموقع، وبيبقى فيه حد بيسموه تكنيكال اوفيس انجينير، مهندس مكتب فني، هو ده اللي بيعمل عملية اعتمادات للمواد وبيعمل اعتماد للمخططات. وقلنا ببساطة أي مشروع سواء كان طاقة شمسية أو كهرباء بصفة عامة أو الكتروميكانيكال أو أي مشروع كامل سواء كان سيفل وأركتكتشر وإلكتريكال وميكانيكال، بيبقى فيه ثلاث مستندات رئيسية لازم تبقى معاك أو تبقى عارفها كويس جدا. رقم واحد بنشتغل على حاجة بيسموها التكنيكال سبيسيفيكيشن، المواصفات الفنية أو المواصفات الهندسية، ده بيبقى مواصفة تفصيلية لكل أيتم. يعني أنا مثلا في الطاقة الشمسية هتكلم دلوقتي عن الألواح الشمسية، لما تيجي أنت تنزل مشروع لما تيجي تطرح تندر، كلمة تندر معناها مناقصة، تمام، بطرح تندر لازم أنزل ثلاث مستندات رئيسية. رقم واحد في المستندات دي التكنيكال سبيسيفيكيشن، المواصفات الفنية والهندسية اللي بتوصف كل ايتم من الايتمز الخاصه بالمشروع. يعني انت بتتكلم عن بطاريه لازم تقول لي مواصفات البطاريه، هجيب لك البطاريه كام امبير اور، كام الفولت بتاعها، تمام، تشارج وديس تشارج، وشويه فاكتورز كده خاصه بالبطاريات، كابلات لازم تديني وصفه للكابل اللي انت عايزه، تمام، هتكلم عن الواح مش هتجيب لي اي نوع من الالواح وخلاص، يبقى انت لازم تديني تكنيكال سبيسيفيكيشن، دي المواصفات الفنيه والهندسيه لكل ايتم على حده. لازم يبقى كل كومبوننت راتب في المشروع بتاعك لازم يكون ليه توصيف. يبقى انت وظيفتك كمهندس استشاري او كمهندس موقع، تمام، اول حاجه تعملها تتاكد ان كل ايتم او كل مسمار هيركب في الموقع لازم يكون متوصف، دي اول حاجه. يبقى انت تمسك السبيكس وتراجع، الكابلات ليها بند، الالواح ليها بند، مش عارف البطاريات ليها بند، مش عارف الانفرتر ليه بند، وهكذا. يبقى انت عملت تشيك كده على البنود، وبعد كده بتبدا تدخل في كل بند لوحده وبتبدا تدرسه. مواصفات البطاريه تلاقي مثلا 20 30 صفحه بيتكلموا لك على مواصفات البطاريه، طب الكابل المستخدم 30 40 صفحه بيتكلم على الكابلات، على الانفرتر، وهكذا. رقم اثنين اللي هي حاجه بنسميها البي او كيو، بي او كيو بيل اوف كوانتيتي، اللي هو بالعربي جداول الكميات. لازم ابقى عارف حد كده ايه مثلا بند رقم واحد البطاريات، تمام، البطاريات دي انا عايز منها تكتب شورت ديسكريبشن، دايما بيتحط ايه اختصار بسيط كده، عايز بطاريه مثلا 12 فولت 150 امبير اور، عايز منها كام حبه، كوانتيتي كام، عايز منها مثلا 50 واحده، 50 بطاريه، يبقى تيجي قدام الكوانتيتي هتكتب 50، ويجي المقاول طبعا بيسعر كل بطاريه سعرها كام وبيضرب في 50 بيطلع لك التوتال بتاع السعر. ده موجود فين؟ في البي كيو، في دوري الكميات. الانفرتر عايز 2 انفرتر مثلا، في مش عارف الكابلات بالمتر الطول، يبقى عايز من الكابل الفلاني مثلا ال 4 مللي او 6 مللي، عايز 1000 متر طولي كابل، يبقى ده بيبقى مكتوب فين؟ مكتوب داخل البيل اوف كوانتيتي، جداول الكميات. الايتم الثالث وده مهم جدا اللي هو الدروينج، اللي هو المخططات. المخططات دي عباره عن ثلاث مراحل او بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله في المخططات اللي هي المخططات الطرح بيسموها، مخططات الطرح، المخططات اللي هي الخاصه بالتندر دي، مخططات ما بيبقاش فيها الفول ديتيلز، ما بيبقاش فيها كل التفاصيل بتاعت التركيب. يعني انا هركب مثلا الواح طاقه شمسيه فوق، بيديني شويه تفاصيل بس مش شرط تكون ايه، طب انا عايز اوصل الالواح، اوصل بكابلات، الكابل ده بيمر في ماسوره، الماسوره دي ماشيه بالشكل الفلاني، طب عدد الكورز اللي هي القروب بتاعت الكابل كام، كل قلب مش عارف ايه، مواصفات الكاب، ده كله بيبقى الديتيلز دي بتبقى موجوده في نوع تاني من الدروينز احنا بنسميه الشوب دروينج. يبقى اول دروينج ثلاث انواع، رقم واحد في الدروينج اللي هو التندر دروينج، دي مخططات، تمام، بتنزل في بدايه طرح المشروع، بتحتوي على قول مثلا نسبه 80% او 70% من المشروع، بس ما تبقاش فول ديتيل، تمام، بياخدها المقاول وبيبدا ياخد الجنرال ديسكريبشن، الوصف العام بتاع البطاريه والكابل والالواح ولوحه الكهرباء والمسار هيتم ازاي، انت بتكتب في جداول الكميات او في المواصفات جنرال ديسكريبشن، وصف عام، بس ما تقولش انا عايز البطاريه دي من شركه كذا،
في مرحلة تنفيذ المشروع تمام المقاول بيعتمد المواد تمام. انت كاتب انا عايز بطارية 150 امبير اور، في مثلا 60,000 شركة بتبيع نفس البطارية اللي هي 150 امبير اور تمام. انت بقى هتعتمد له شركة من الشركات دي، عشان تعتمدها لازم ترجع لمين؟ للمواصفات، لان في مواصفات، في مواصفات تفصيلية ممكن تنطبق على بعض الشركات ككواليتي وك تشارجنج وديس تشارجنج وكيرفات ومش عارف ايه، ولا تنطبق على بعض الشركات الاخرى. بعد ما انت اعتمدت له الماتيريال، هو بياخد الماتيريال يعني في 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 التندر درون كان كاتب لك رمز كده كاتب عليه بطاريه وخلاص 150 امبير اور، لا ده انا كاتب لك بطاريه وتفاصيل البطاريه والشركه المصنعه للبطاريه والبارت نمبر بتاعها، هتروح تشتريها من الرقم الفلاني تمام. فالشوب درون بيفيه مخطط تنفيذي تفصيلي، لكن الشوب درون عباره عن مخططات تنفيذيه تفصيليه بتشرح او بتقول تفاصيل تركيب البروجكت ده هيتم ازاي. طبعا بعض الاماكن او في بعض المواقع بيتم او بيحصل بعض الصعوبات في التنفيذ، يعني مثلا الاقي نفسي مثلا عايز زي ما قلت امس كده بركب مثلا هنا مفتاح او ديسكونكت سويتش. الديسكونكت سويتش ده عباره عن مفتاح بس يدوي بيسموه السكينه ورا، السكينه دي ان انا اقدر اعمل ايه؟ عشان احنا نسينا نشرح الديسكونكت سويتش امس، ايه الفرق بين السويتش والديسكونكت سويتش؟ تمام؟ امتى بنستخدم ديسكونكت سويتش؟ خليني اقول لك بس ان بعض المعوقات، عشان اقفل النقطه بتاعت الدروينج، بعض المعوقات بتخليني ما بقدرش انفذ الشوب دروينج اللي انت قلته بالنص. فبيحصل بعض التغييرات، كنا عايزين نحط البطاريات في الغرفه هنا، لقينا مش عارف البطاريات كبيره كحجم، فالغرفه دي مش هتكفي، فهنوسع الغرفه شويه او هننقل مكان الغرفه لمكان تاني، فبالتالي كل المسارات بتاعت الكابلات والكلام ده اتغير. ده بيطلع في الفاينل عشان يروح للمالك بحاجه بيسموها از بيلت درون. از بيلت درون انا شرحت لك في ربع ساعه ولا شرحت في خمس ساعات امس يعني. فعندك المخططات ثلاث حاجات، ثلاث حاجات: تندر دروينج المخطط الاولاني اللي ما فيهوش كل التفاصيل، رقم اثنين الشوب دروينج اللي هو بيحتوي على الفول ديتيلز، والمفروض الشوب دروينج يبقى هو الاز بيلت دروينج، بس نتيجه ان في بعض المشاكل بتحصل في السايت نفسها بضطر انقل حاجات، اوسع غرفه، انقل مش عارف مسار كابل وهكذا. فبعمل في الاخير لازم اسلم للاونر، اسلم له از بيلت درون. مخططات از بيلت يعني كما تم تنفيذه، ليه؟ عشان بتفيد الناس بتوع الصيانه، عشان تبقى عارف ايه اللي بيتنفذ على ارض الواقع. يعني لو بصينا هنا فوق في الدروب سيلينج هتلاقي فيه مش عارف دكتات بتاع التكييف، وهتلاقي كيبل تري راكب عليه كابلات وحاجات كتيره جدا. انا لو معايا مخطط مظبوط هبقى عارف هنا مثلا في دكت، يبقى بدل ما اقعد افتح كل الدروب سيلينج ده ارفع البلاطات دي تمام، هروح للمكان ده مباشره وعارف الحته بتاعتي اللي انا عايزها اللي انا ابدا اصلحها مثلا مباشره. اما لو الراجل ده كان عامل هنا الجزئيه مثلا ديسكونكت سويتش حاطه هنا، ولما جينا نفس في ارض الواقع حاطه في الغرفه الثانيه، فانا هضطر ارفع كل السقف ده عشان اوصل لفين المكان اللي انا عايز افصل منه عشان اعرف اشتغل او اسوي صيانه. وبالتالي بقى مهم جدا ان لازم اي مالك ياخد من المقاول بتاع التنفيذ ومن الاستشاري ياخد منه الورق الاخير اللي هو بعد كده يفيد الناس بتوع السياره كمخططات وجداول كميات والمواصفات الهندسيه. ده الوضع النهائي اللي تم عليه الفينشنج الخاص بالمشروع.